وهكذا وقف ست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا فريدا ينادي أصحابه وحوله شلال الدم على أرض كربلاء التي تجمعت في آفاقها سحب المأساة الكئيبة وصيحات العطشة تتعالى من حول سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام يطلب النصرة ولا من ناصر، فعزم على القتال. تقدم يودع عياله ودعا ببردة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتحف بها وتقلد سيفه وأرخى لعمامته ذؤابتين ونادى على الأنصار رافعا يديه إلى السماء: قوموا يا أنصار الله، هذه نساء الرسول لفقدكم قد علاهن النحور. يا مسلم بن عقيل ويا هانئ بن عروة، أينك يا حبيب ويا زهير بن القين؟ ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأدعوكم فلا تسمعون؟ لقد صراكم والله ريب المنون، وإلا لما كنتم عن نصرتي تقصرون. يا روح روحي وبيبي العيان، يا سراج نور العرش يا حسين، الله يعينك مالك معين وقومك على الغبرة، وقومك على الغبرة مطاعين. فقام الإمام السجاد عليه السلام متكئا على سيفه ليلبي نصرة أبيه الغريب في أرض كربلاء العطشان على رمضائها. عليك سلام الله يا مولاي يا زين العابدين. فديتك بروحي ودمي، تطلب النصرة ولا من ناصر؟ دعني دعني، على رغم ضعفي أذود عنك ما استطعت. ولدي علي، أنت بقيتي في الخلق وحجة الله ومداد ذريتي، فإن أنت قضيت خلت الأرض من حجة. ما لي أراك يا ودمع عينك جامد، يوم أو ما سمعت بمحنة السجايا، ويصيح وجدا يا أين عشيرتي، هي وسراط قومي أين أهل ودايا، هي عادي منهم خلايات تلك الديار، وبعدهم يا نعب الغراب بفرقة وبعاد، خرجت العقيلة زينب عليها السلام وبين يديها عبد الله الرضيع، فقد جف لبن أمه أعطته للإمام الحسين عسى أن يستسقي له شربة ماء.
لماذا العقيلة زينب وليست الرباب هي التي تأتي بالرضيع؟ بل لماذا زينب التي تحضر جواد الحسين دون غيرها من بنات أو زوجات الإمام الحسين؟ خلاصة القول: زينب الكبرى عليها السلام كانت ملاذ النساء يشكين إليها ويتضرعن بين يديها، ورغم كل مصائبها كانت تبعث في النساء روح السكينة والعزيمة والصبر، وكانت للإمام الحسين أختا وأما ومؤازرة، ولعياله حضنا وحصنا حصينا، وهي العالمة المتعلمة الصابرة المجاهدة، بل قل أكثر من ذلك، فهي التي حمت الإمام زين العابدين ودافعت عنه في قصر ابن زياد. إذا كنت أقاتلكم وتقاتلونني فما ذنب هذا الطفل؟ فقد جف لبن أمه وهو يتلظى عطشا، فاسقوه شربة من الماء. منهم من رق قلبه للطفل وقال اسقوه شربة من ماء، ومنهم من قال لا تتركوا لأهل هذا البيت من بقية، فخاف ابن سعد أن يدب النزاع في صفوف جيشه. ويحك حرملة، اقطع نزاع القوم. ما نزل بي أنه بعينك، اللهم إني أشهدك على هؤلاء القوم، فإنهم نذروا ألا يترك أحدا من ذرية نبيك. 6 شهور رحت يا الماكم العمرك، اش ذنب اللي جنيته وانقطع نحرك؟ يا ابني السهم المثلث خسف بدرك، يا ريت الرماك بسهم يرميني، يا ريت الرماك بسهم يرميني.
وهنا لابد من الوقوف على مكانة عبد الله الرضيع، فإن صلاة إمام معصوم في ضيق هذا الوقت على الرضيع وإكرامه بالدفن يدل على المكانة الرفيعة التي خصها الله تعالى للطفل الرضيع، فقد نال مرتبة الشهادة أولا واستشهد في أطهر مكان ثانيا وهو حضن أبيه الحسين عليه السلام، وصلى عليه إمام معصوم كما صلى النبي على عمه الحمزة. بلمهات بلمهات على الضلة وعلى الغبرة بلمهات الطفل هما يا بعد ينهز بلمهات حزت ركبته سام المنية يا حزت ركبت اسامي يا المنية